بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعه، احنا لسه في اول يوم رمضان، تمام؟ لسه دلوقتي الساعه كام؟ الساعه دلوقتي تقريبا 2. شركه العربي بعتت اسعار جديده. طب ايه اللي هيتغير في الاسعار في المنتجات؟ شركه العربي بتنتج ثلاجات شارب، بتنتج ثلاجات تورنيدو، بتنتج ثلاجات توشيبا اللي هي ضمان العربي، وبتنتج بوتاجازات لجرمانيا وغسالات هوفر وغسالات كاندي. انا بتكلم على الحاجات التقيل في والديف فريزر طبعا توشيبا والشارب والشاشات بقى توشيبا تورنيدو هايسنس، معاك ماركات كتير في العربي. فلما شركه العربي اتغيرت الاسعار في حاجات كتير زادت سعرها زاد. انا دلوقتي بصوا هقول لكم اسعار ثلاجات شارب، بما ان ثلاجات شارب اكتر حاجه مطلوبه. فانا عملت لكم ايه يعني، كنت عامل الورقه دي قبل كده، كنت عاملها بالقلم الرصاص. فاكرين القلم الرصاص ده؟ عشان كل الاسعار كل شويه كانت بتتغير ساعتها، فكنت جايب قلم رصاص بكتب لكم السعر بالجديد وامسح السعر القديم. انا بحطط لكم السعر القديم اهو، والسعر الجديد حاطط لكم عليه دايره. طيب هقول لكم اسعار ثلاجات شارب اللي هي 16 قدم، وهقول لكم ال 18 قدم، تمام؟ كل مقاس في فيديو لوحده. وهقول لكم الشارب 480 لتر اللي هي 20 قدم، وهقول لكم اللي هي ال 69 اللي هي 538 لتر، وهقول لكم بقى ثلاجات تورنيدو برضو. بس هناخد فيديو كده عشان ما نطولش، هناخد كده ثلاجات اللي هي الشارب الموديل بتاعها 48 اللي هي 385 لتر اللي هي بمعادل 16 قدم. بينزل منها كام عيله؟ ادي اول عيله اللي هي 48 سي، ادي ثاني عيله 48 اي، ادي ثالث عيله 48 جي، ادي رابع عيله 48 جي اللي هي الازاز. طبعا اللي متابعني قبل كده عارف الفروقات بين كل عيله والثانيه، تمام؟ بصوا انا حامل الاسعار الجديده بقى اللي هي عليها اللي عليها الدايره دي بالرصاص، مكتوبه بالرصاص الدايره. يعني 48 سي دي تدلجه شرب 385 لتر، بيكون فيها فلتر اي جي بلس اللي هو بينقي الروائح، بيكون فيها حاجه اسمها هاي برايت كولينج سيستم اللي هو اللوح الالومنيوم اللي موجود في الكابينه بتاعه الثلاجه اللي هو بيحتفظ بالبروده اثناء فتح الباب واثناء انقطاع الكهرباء، بيعوض الثلاجه بالتبريد. وعندي طبعا الايس ميكر اللي هو صانع الثلج اللي بيكون الصندوق اللي بيكون موجود في الفريزر. عندي المقبض بتاعها مقبض خارجي اسطواني. طبعا كانت الحاجات دي بالتفصيل قبل كده في الفيديوهات. طيب بينزل منها 48 سي دي، بينزل منها كام لون؟ بينزل منها الابيض والشامبين والسيلفر والاستانلس والاسود. طيب الابيض كان عامل كام وبقى عامل كام؟ كان عامل يا جماعه 414475 جنيه، دلوقتي بقت عامله 15625. 15625 يعني زادت تقريبا 1100 جنيه، 1100 وشويه وكسور يعني، تمام؟ بين اللون الشامبين كان عامل 14530 بقى عامل 15680. انا بتكلم على ثلاجات شارب اللي هي 16 قدم اللي هي 385 لتر اللي هي اول عيله فيها ال 48 سي، موديل ال 48 سي في 48 اي. كل ده يا جماعه 16 قدم، ها؟ بس في حاجه بازاز، في حاجه من غير ازاز، حاجه في حاجه انفرتر، في حاجه مش انفرتر، في حاجه بيكون مقبض داخلي، في حاجه بيكون مقبض خارجي. انا بتكلم على العيله الاولانيه دي، ماشي؟ الشامبين ب 15680، بعد كده السيلفر ب 15690، والاستانلس ب 15740. الاسعار اللي هي بالرصاص اللي عليها علامه الدايره. اما الرصاص اللي مكتوب بتاعتي دي الاسعار القديمه كانت بتاعت شهر واحد، لكن دي الاسعار. احنا في تاريخ النهارده كام؟ هي زودت الاسعار النهارده 23/3 يوم الخميس اول يوم رمضان 23/3/2023. طيب الاسود ب 15785، دي الخصائص بتاعتها الموديل العيله الاولانيه من 16 قدم. تاني عيله من 16 قدم او تاني عيله من ال 385 لتر ثلاجات شارب اللي هي البي سي 48 اي، دي طبعا فيها الهاي براين كولينج سيستم اللي هو لوح الالومنيوم الموجود في الكابينه، بتكون يا جماعه ديجيتال، والمقبض بتاعها برده مقبض بيكون خارجي استانلس. والديجيتال بيكون فيها انذار فتح الباب. يعني ايه انذار فتح الباب؟ لو حد فتح الباب ونسي يقفله بيديني انذار بعد دقيقتين، بعد كده ما حدش قفله برده بيديني انذار بعد 3 دقيقه، انذار مستمر. طيب بيكون فيها فلتر بلازما، يعني تفرق عن اللي فوق ان هنا الفلتر بقى اعلى شويه، فلتر بلازما، وفيها الايس كول باك اللي هو المربع البلاستيك اللي هو الازرق اللي بيكون فيه الفريزر اللي بيعود الفريزر بالتبريد اثناء انقطاع الكهرباء لمده 8 ساعات. ده بيكون يا جماعه في ماده جيلاتينيه بتتجمد بسرعه فبتعوض الثلاجه بالتبريد او الفريزر خاصه. اما الهاي براين كولينج سيستم ده بتاع الكابينه. طبعا ده مقبض اسطواني الموديل. انا بتكلم على العيله الثانيه من الثلاجات الشارب 16 قدم اللي هي 385 اللي هي الموديل العيله اللي هي بي سي 48 اي. طيب الابيض منها ب 16575 بدل 15345، الشامبين منها ب 16630 بدل 15400، السيلفر منها ب 16640 بدل 15410. دي الاسعار القديمه، ها؟ دي الاسعار القديمه بتاعت شهر واحد. اما الاسعار دي بتاعت النهارده الخميس اول يوم رمضان 23/3/2023. الاستانلس ب 16690 بدل 15460، الاسود ب 16725 بدل كانت عامله 15495. طيب ثلاث عيله
تقيله اللي هي البي في 48 جي. البي دي يعني مش ازاز، اول حرف البي تقيل، ده بي تقيله بصوت بيومه فؤاد، بي بي تقيله دي مش ازاز. الفي يعني انفرتر 48 اللي هي مقاس 16 قدم اللي هي 385 لت. الجي ده يعني مقبض داخلي. طيب دي فلتر، فيها فلترين، دي فيها فلترين، فلتر بلازما وفلتر اي جي بلس. تمام، فيها الايس كول باك اللي هو الجزء او البلاستيك، الجزء البلاستيك اللي بيكون موجود في الفريزر اللي بيعوض الفريزر بالتبريد اثناء انقطاع الكهرباء. بديله بقى موجود عندي في الكابينه هايبرين كولينج سيستم، اللوحه الالومنيوم اللي موجود في الكابينه دي اشتغل يا جماعه، وفيها انذار فتح الباب، وبيكون المقبض بتاعها مقبض داخلي نعرفه من حرف الجي اللي موجود في الاخر. طيب بينزل منها كام لون؟ بينزل منها لونين، لون استلس كانت عامله 16805 بقت عامله 18105. طيب والاسود كانت عامله 17205 بقت عامله 18155. طب الاسعار انت كاتبها بالقلم الجاف دي بتاعت السنه اللي فاتت 2022 شهر 11 تقريبا. تمام، لان انا مش هفضل اعمل كل شويه ورقه زي كده، فانا جبت قلم رصاص وريحت دماغي. طيب الرابع عيله فيها جي في جي، بقى اول حرف الجي ده، اول حرف الجي لما تلاقي موديل اوله حرف الجي اعرف ان هي جلاس. بياخدوا يعني اختصار لكلمه جلاس. في يعني انفرتر 48 اللي هي مقاس 16 قدم شارب 385، جي مقبض داخلي. طيب بينزل منها كام لون؟ ازاز سيلفر، وبينزل منها ازاز اسود، وبينزلها ازاز احمر، لان دي عيله الازاز. طب دي بيكون خصائصها ايه؟ بيها فيها برضو اتنين فلتر، فلتر بلازما كلاستر وفلتر اي جي بلس، وفيها الايس كول باك اللي هو الجزء البلاستيك الازرق اللي بيكون في الفريزر بيعوض الفريزر بالتبريد لحد ما الكهرباء ترجع. وبيكون فيها هايبرين كولينج سيستم، نفس الفكره بتاعت الجزء البلاستيك الازرق في الفريزر، بس ايه لوحه المونيا موجود في الكابينه. وديجيتال تاتش، لان تاتش عشان الازاز، ما هي اللي قبليها كانت ديجيتال بس مش تاتش، زراير زراير كده داخليه، اما دي بقى عشان ازاز حاطط لك طبق ازاز في وش التلاجه في الباب نفسه بتاع التلاجه من بره، بيدي شكل جماله اكتر وبيدي مجال رؤيه اوسع، فعشان كده بيكون تاتش. طيب انذار فتح الباب ومقبض داخلي. طبعا اللي يفرق الازاز عن غير الازاز فيه برده خاصيه اسمها الايكو مود. الايكو مود وضع الاجازات او بتوفر في الكهرباء معايا 5%. بالمناسبه يا جماعه الانفرتر بيوفر معايا 40%، ولو ازاز تلاجه ازاز شاربي مثلا يوفر معايا 5 يبقى كله 45%. زجاج سيلفر سعرها كام يا جماعه؟ 18555، كانت عامله 17205 في شهر واحد. طيب ازاز اسود 18655، الاسعار اللي هي بالدايره القلم الرصاص، كانت عامله 17305، كانت عامله 14000 من السنه اللي فاتت في شهر 11. طيب عشان كده بقول لكم اشتروا يا جماعه التقايل بالذات. ازاز احمر بقت عامله 18755 بدل 17405 في شهر واحد اللي فات. طيب كده احنا عملنا الثلاجات شارب، قلنا اسعار ثلاجات شارب اللي هي 385 لتر. الفيديو اللي جاي عشان مش عايز اطول الفيديو اكتر من كده، هعمل لكم بقى اللي هي ايه ال 58 او 450 لتر اللي هي 18 قدم، العائلات بتاعتها برده زي ما انتم شايفين، وكتبت لكم الاسعار الجديده. الفيديو الجاي هقول لكم على اسعارها ان شاء الله.